بداية قراءتنا في عناوين الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من إيطاليا، حيث كتبت صحيفة كوريري ديلا سيرا أن البلاد تعتزم إعادة فتح أبوابها لمواطني جميع البلدان الأجنبية التي حققت مستوى عال من التطعيم ضد فيروس كورونا. وأضافت اليومية أن الإعلان عن هذه الخطوة جاء بعد اجتماع عقده وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا بشأن الاستعدادات الجارية لاستقبال بل السياح الأجانب خلال فصل الصيف إلى إسبانيا. ذكرت صحيفة ABC أن حالة الطوارئ الصحية التي تم فرضها منذ مارس من العام الماضي انتهت أخيرا، لتتوقف معها القيود المشددة المفروضة بالخصوص على حركة تنقل المواطنين وإغلاق المحيط وحتى على الأنشطة الاقتصادية بكامل التراب الإسباني. صحيفة لوموند الفرنسية خصصت افتتاحيتها للموقف الأمريكي بخصوص رفع براءات الاختراع المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، وذلك في مقال بعنوان لقاحات وبراءات الاختراع، بايدن بطل بتكاليف قليلة. ونقرأ على يومية ليبغ بلجيك أن الشرطة البلجيكية تدخلت يوم أمس من أجل تفريق تجمع ليلي في العاصمة بروكسل ضم مئات المحتفلين برفع حظر التجول ليلة السبت الأحد، مما تسبب في وقوع عدة حوادث.